والحجي شلون يسبح، عمرها 77. طبعا ما راح تصدقون، ده تمطر ونزلنا على البحر، تخيل المطر، شوفوا المطر. هاي الحجيه 72، هاي ام الاخضر 72 عمرها. انا حسيت نفسي عمالك بالعراق، شوفوا خلي اصور لكم واحد منهم. تخيلوا كم سعر هاي الفيلا، تخيل الساحل حتى استخدم الشمسيات مجانا، كل شيء مجانا هنا. انا ما اقدر احكي بصوت عالي لان ماكو ولا صوت بالمنطقه. شوفوا شلون شكل المال جرائد هنا، يجون يخلون كل يوم الصبح. شوفوا لي شياب مال المدينه شلون قاعدين، المقهى مالتهم. وهسه جينا على محطه القطار، منا راح نصعد. احفظوا هذا المكان، هالكوبنر. طبعا احنا حاليا مركز المدينه، هالكوبنر وين ما تريد تروح بالقطار لازم تجي على هاي المحطه، اسمها هالكوبنر، فاحفظوها كلش راح تفيدكم. منا راح نصعد القطار، تقريبا صعدنا بدولار وشويه، 40 ليره يعني دولار وشويه، فراح اشوف لكم نهايه الفيديو ايش قد كلفني هاي الرحله. هسه بدنا ننتظر القطار. شوفوا لي كم محطه احنا صعدنا من هنا هالكوبنر، راح نروح على هذا. شوفوا يينفوتشا، اسم المدينه يينفوتشا، احنا راح ننزل بهاي المحطه قبل الاخير. شوفوا لي كم محطه، طبعا هاي المسافه تقريبا اكثر من 70 80 كيلو من البدايه للنهايه، فاحنا حاليا رايحين من مركز المدينه على بيتشروفا تقريبا بدولار وشويه، يعني تقريبا 2000 دينار عراقي تقريبا. وصلنا المدينة، شوفوا كمية العنب بس بعدها ما مستوي. طبعا شفت شغلة غريبة هنا، أنا بيوتهم مثل بيوتنا اللي بالعراق مستقلة هيك، شوفوا وعدهم حديقة نفس الحدائق اللي بالعراق. أنا حسيت نفسي عمالك بالعراق، شوفوا خلي أصور لكم واحد منهم. هيك عدهم منقل، شوفوا الرمان بتركيا يجوز ما تشوفون رمان هواي، فهاي المنطقة شفت هواي رمان بي. هسه نتمشى بالافرع، التين رمان كل شيء شفنا بس بعدهم ما مستوي. شوفوا احنا حاليا داخل احد الافرع اللي دا يمر قبل راح نروح على الساحل. هذول البيوت مرتاحين راحة مو طبيعي، تبتعد عن الازدحامات، تبتعد عن مشاكل المدينه. شوفوا بيوتهم، بيوت مستقله، واحد اثنين هيك مستقله بيوتهم. طبعا هذول البيوت اهلهم ما يسكنون هنا، اكثرهم رايحين على المحافظات، يعني يسكنون داخل المحافظات، فهنا بالصيف بس يجون. الله اكبر، شوفوا لي جمال هذا البيت، الفت شيء كلش عجبني. دكات كوبيك فار، يعني دير بالكم اكو شلب يقول، بس شوفوا لي جمال البيت، شلون الحديقة إلا يخبل، بيت مستقل. طبعا حتى الأسعار هنا أنا عجبني رخيص، يعني مو مثل باقي المحافظات. شوفوا لي شلون المنطقة، ماكو صوت، لا اكو مشاكل، لا اكو ترافيك ازدحام. اللي عايشين باسطنبول يعرفون الترافيك باسطنبول. أنا حاليا بجزيرة اسمها يينفوتشا، فقبل فترة نزلت لكم طبعا فيديو اسكي فوتشا، يعني الفوتشا اسم المدينه، فوتشا فوتشا يعني اسكي فوتشا يعني قديم. فاليوم جيت على، هم منقسمين على مدينتين يعني جزيرتين خلينا نقول، هسه جيت على يني فوتشا يعني الجديد، يني جديد، اسكي يعني قديم، فاليوم جيت على الجديد، فراح اشوف لكم الفوتشا الجديد. بس شوفوا لي شلون الجمال داخل الجزيره. المهم تخيل من مدينه ازمير لي هنا وصلت تقريبا ب 40 ليره، يعني دولار وشويه، يعني تقريبا 2000 دينار عراقي. تخيل ب 2000 دينار عراقي جد بالقطار من مركز مدينه ازمير على هاي الجزيره. فاليوم راح اشوف لكم كامل تفاصيل جزيره جديده، جزيره فوتشا الجديده، فابقوا بالمتابعه. اهم شيء لا تنسى الاعجاب بالفيديو، فراح اشوف لكم فيديو كلش حلو عن المدينه راح تعجبكم كلش. خلينا نوصل للساحل راح نكمل.
بس شوفوا لي جمال البيوت. طبعا عشقت البيوت هنا أنا. حتى ما اقدر احكي بصوت عالي لان ماكو ولا صوت بالمنطقة. شوفوا البيوت. فكلكم يمكن ما شايفين البيوت داخل الجزيرة. خلي اشوف لكم البيوت كلها احجار. شوفوا شلون، لا طابوق ولا بلوك، حجر اعتقد، وبيوت كلش قديم. تحس نفسك بقرية. الجزيرة شوفوا شو شلون مرتبين المكان، اي مكان تقدر تطق بيها صور. بس شوفوا لي هاي المكان، الجزيرة واحد يعني مكان احلى من الثاني للصور. شوفوا هنا خالين هيجي كرسي اطق صور. طبعا هاي مقهى، اسم المقهى هيجي من برا، بس تقدر اطق صور عادي هنا يخلون عادي. شوفوا لي جمال المدينة. وهسه راح نستمر، راح نروح على البحر الساحل. شوفوا شلون شكل مال الجرائد هنا، يجون يخلون كل يوم الصبح الجرائد، اي واحد يريد يقدر يقرا ياخذ هيجي ويقراها ويخليها نفس المكان. ما شفت شيء ما حلو بالمدينة. شوفوا هذا مال المي، عداد مال المي شلون حلو، راسمين على مال عداد مال المي. شوفوا جوا مال عداد مال المي راسمين عليه. المهم خلينا نكمل على الساحل. كل زاوية من زوايا المدينة عجبني ومال الصور. شوفوا الحجي شلون قاعدة عندها بيت هيجي قاعدين ترزي اوتو. هاي طلعت خياطة يعني، اوتي يسوون اوتي والخياطة هم. شوفوا شوفوا الشباك مثلا شلون صاوغي مرتبين ترتيب فول الجزيرة. شوفوا الشباك شلون حلو، صاوغة ازرق. طبعا بيوتهم كلش عجبني هيك مفتوح قبل على الشارع. وهسه ما ظل شي راح نوصل الساحل. المهم مرينا من اماكن واحد احلى من الثاني. شوفوا بس شوفوا لي الجمال. اطفالهم تعال شوفوا هذا المكان. طبعا هذا اوتيل هيك مسوي شيء قاعدة برا اوتيل هيك طلع فنق اكثرها فنادق. سألت لي جوا شوية بعد تخيل ب 700 ليرة الليلة. تخيل ليلة واحدة لشخص واحد 700 ليرة، يعني حدود دولارين وشوية. يعني الدولارين وشوية تجي تسكن بهذا هاي الجزيرة يوم كامل. هسه تقول لي سهيل ليش تروح على هاي الجزر وخاصة مدينة ازمير؟ طبعا مدينة ازمير عجبني احسن شغلة بيها الرخص المدن، يعني المدن كلش هنا رخيصة رخيصة مجانا عبالك. تخيل اجيت اشقد مسافة من ازمير لي هنا بدولار ونص 40 ليرة، يعني حدود 2000 دينار عراقي تخيل. فهنا اي شيء تريد تسويها وكل شيء رخيص رخيص يعني. فلهذا اكثر شيء يجذبني هاي الجزر وهاي المدينة على مود الرخص. شوفوا لي شياب مال المدينة شلون قاعدين، المقهى مالتهم. واحنا شيابنا 40 50 توقع، هم 70 80 90 يجون. والمدينة اللي عايشين بيها شوفوا شلونها. خلي تعبر السيارة ونروح. وهسه تقريبا ما ظل شي راح نوصل للجزيرة. دا اقول الجزيرة، راح نوصل الساحل يعني. وهسه وصلنا الساحل. شوية الهواء ما ادري ايش صار بيه صار اقوى. تخيل اذا تأجر هذول القارب صغار، تخيل يوم كامل ب 600 ليرة يعني ب 20 دولار يوم كامل. يقول يوم كامل من الساعة 9 للساعة 6 العصر، من الساعة 9 الصبح للساعة 6 المغرب يعني العصر خلينا نقول. فتخيل الرخص المدينة. فأنا دائما اللي يعجبني بعد من هسه ورايح
راح اجي على هاي الجزر والمدينه، خاصه اللي تابعه لمدينه ازمير، لان رخيصه، ما شفت ارخص من هذا بعد، يعني رخيص رخيص. فاللي جاي اخر فتره على تركيا يعرف اني ايش دا احكي، لان اعرف الاسعار مو خيال يعني بغير مناطق، خاصه اسطنبول او انقره، او اذا رايحين على انطاليا او بودروم. اما ازمير، اطراف ازمير، جزر الازمير، واحد ارخص من الثاني، ومدينه حلوه. وهنا من تجون ما راح تشوفون اجنبي واحد، اني ما شفت لي حد الان ولا اجنبي، يعني ما ادري ليش الناس يراقبون مثلا غير اماكن، ما ادري. اذا تجون انصحكم تجون على المناطق الجنوبيه، العفو الغربيه، يعني حدود ايران. هسه ايران شنو؟ يونان. تشوفون الجبال، ما ادري تبين عندكم ولا هيجي، كلها يونان. متونسيين، لا عندهم ترافيك ازدحام، لا عندهم مشاكل، كل شيء ما عندهم، مرتاحين، راحه فول. هسه وصلنا الساحل، لان صار لي هوايه ما، يمكن صار لي اكثر من اسبوع ما واصل للبحر، فاليوم اريد لازم اسبح، جاي للسبح. شوفوا وصلنا للساحل، شوف الحجية والله عمرها فوق 70-80 سنة جاي تسبح، واحنا مالتنا شوفوا هاي والله عمرها فوق 70 تجي وتسبح، مالتنا 50-60 كلها توقع. شوفوا لي منظر الساحل، بس شوفوا لي منظر الساحل، اتخيل الساحل حتى تستخدم الشمسيات مجانا، كل شيء مجانا هنا، فقط الشمسيات تستخدمهم، تشتري شيء من المكان اللي هو خالي شمسي، يعني هذا المكان، هذا المطعم مثلا خالي الشمسيات، او الكراسي تقدر تستخدمهم مجانا، فقط تشتري شيء من الماركت، يعني تشتري لك بيبسي، تشتري لك او تاكل شيء، المهم تستخدمهم مجانا. فتخيل اول مرة اصادف شمسيات، كراسي مجانا هنا بتركيا، يعني تخيل بعد مجانا. هسه راح نسبح ونكمل، وراح اشوف لكم المدينة بعد. تقريبا احنا وصلنا القطار، القطار يعوفكم شوية لفوق، القطار تنزلون تتمشون او تصعدون باص او الدولمش مش صغير، تجون على هذا المكان. فتقريبا ساعة عشر دقائق وصلنا من ازمير لهنا بالقطار، 40 ليرة دفعت فقط. فتخيل الرخص، يعني دولار وشوية، يعني بحدود 2000 دينار عراقي تقريبا توصل على هيجي مكان. طبعا شوك واحد من ارخص ماركتات بتركيا، شوك، شوفوا مكتوب شوك، يعني اسم الشوك، خلي اشوف لكم الاسعار داخل الشوك. الرقي الكيلو ب 14 ليرة، يعني تقريبا 750 دينار عراقي، نص دولار امريكي الكيلو. البطيخ الرقي، هنا عندهم الخيار ليمون، ماكو خيار. الخس مالتهم هيجي الوحدة ب 24 ليرة، يعني اقل من دولار، تقريبا 1000 وربع عراقي الخس مالتهم. البطيخ الكيلو بايش؟ كيلو ب 19، يعني نص دولار الكيلو، 750 دينار عراقي تقريبا. عندهم الاغلى شيء الفلفل حاليا ب 40 ليرة، دولار وشوية، يعني تقريبا 2000 دينار الكيلو الفلفل. خلي اطب جوا بعد، شوفوا شنو يبيعون داخل الماركتات مالتهم. الخبز ب10 ليرات، يعني 3 خبزات ب4 دولار، 3 خبز تاخذ دولار، يعني 1500. المي هيك مي كبير، ايش وين السعر؟ ماكو السعر. حليب 30 ليرة، دولار واحد، 1500 الحليب، 1500. فأكيد كان عندكم فضول أشوف المسار، بس الطريق مسدود، خلي أطلع. جايبين أغراض جديدة ليعزلون، يرتبون الأغراض. أتذكر من جيت بالعراق، كنت من جيت من العراق بالطريق، طريق قعدنا استراحة، أخذ هاي ب60 ليرة، هنا أنا ب11 ليرة. شوفوا الفرق، 60 ليرة 11 ليرة. البيبسي، وهاي يحبون بيبسي، أنا ما أحب، بس المهم بش الوحدة ب45 دولار وشوية، يعني تقريبا 2000 دينار عراقي،
دولار ونص تقريبا. البصل كيلو 9 ليرات، يعني 3 كيلوات بدولار واحد، 3 كيلوات بألف ونص، يعني الكيلو ب500، يعني تقريبا الكيلو ب500. أسعار الفنادق هواي يسألون، يشوفوا مثلا هذا هوتيل، ثاني هوتيل، ثالث هوتيل، أسعار هنا أرخص شيء شفت ب20 دولار، أرخص شيء يعني ب20 دولار الليلة واحدة الشخص الواحد، أرخص شيء لي حد الآن، بس شنو كلش قريب، يعني قبل المناظر والفنادق قبل كلها على الساحل ب20 دولار، يعني تقريبا 60 ليرة، هم يقولوا 60 ليرة، 600 ليرة، يعني تقريبا 20 دولار. فأنا إذا أحسب أي شيء قبل أنطيكم السعر، 20 دولار إيش قد بالعراقي؟ 30 ألف عراقي، لأن هواية العراقيين ما أدري ما يعرفون يحسبون الدولار بالعراقي، يعني جريمة ما تقدر تحسب دولار ب2024، ما تقدر تحسب الدولار، كل 100 دولار 150، خلينا نحسب على 150، 150 ألف، يعني 10 دولارات 15 ألف. طبعا هنا اكتشفت شغلة، انه بس احنا سياح كلها اهل منطقة، يعني كلهم ماكو واحد غريب بيناتهم، مستحيل بس انا وصديقي، الباقي الكل اهل منطقة، شوف كلهم اهل منطقة، فلهذا اعتقد قليل المشاكل عندهم. عبرنا اول ساحل، شوفوا الجمال الساحل، اول واحد عبرنا راح نروح الثاني، اللي قلت ان هذا ما عجبني بصراحه لان هواي ازدحام، فاني ما هواي عوائل هم، فاني شويه ارتاح، اريد اروح المكان ما بي هواي ناس. شوفوا الحجي والحجيه قاعدين على البحر، ايش قد صار لك ما شايف بحر؟ اكو ناس والله سنين ما صار لهم ما شايفين بحر، ترى والله جريمه، يعني الا يعني يصير عندك طموح تطلع تشوف البحر. أني أكثر من شهر ما أقدر أتحمل، يجوز أني عايش بمنطقة بحرية مثلا، يعني بتركيا، فبتركيا عايشين بتركيا يعني 6 ساعات تقدر توصل للبحر، فلهذا أعتقد أنه ما أقدر أتحمل، أكثر شيء شهر، حتى بالشتاء يعني الشتاء كنت أروح البحر، مرة بقيت بسامسون الشتاء بنص الشتاء دخلت على البحر، وتخيل بعد سامسون، يعني سامسون محافظة كلش باردة تصير بالش اسمه الشتاء، أني دخلت على البحر. المهم اجينا على هاي المكان، بهنا حتى الدرج تنزل على المي، هنا تقدر تشيد شيء حلو، انا عجبني هذا المكان، انا راح اسبح شويه. شيد شوفوا الحجي شلون يسبح، عمره 77، شوفوا شوفوا بعدين، شوفوا شلون مطرت، تخيل شهر 7 ومطرت، وهم يعشقون يدخلون المطر، من تمطر يدخلون على المطر. هاي الحجية 72، هاي أم الأخضر 72 عمرها. طبعا أحلى شيء هنا تتعرف على ناس، هنا كلش يتقبلون التعرف، يعني واحد يتعرف على ثاني شيء كلش، يعني ما تحس نفسك أصلا يعني يخافون من التعارف، يعني التعارف هنا كل شيء بسيط، فتخيل تعرفت على دولة كلهم. شوفوا شلون مطرت، بس شوفوا المطر الناس كلهم انهزموا، بس هاي تقول أني يعني أحب أدخل البحر من تمطر. شوفوا شلون دخلت هاي، والله عمرها 72 سنة، تخيل شهر 7 وشوفوا المطر، بس الجو حار، ها يعني كل جو كلش حار، بس شنو مطرت، بس الجو كلش حار. شوفوا شوفوا شلون دخلوا الماي، دخلوا البحر، والله العظيم مثل الشقة. شوفوا شلون مطرت. طبعا ما راح تصدقون، ده تمطر ونزلنا على البحر، تخيل المطر، شوفوا المطر، بس الجو كلش حار، ها يعني لا تشوفون هيك،
شوف المطر شيد شيد احلى شيء صار لي اكثر من 10 سنين اول مره ادخل المي او البحر بالمطر والناس كلهم طلعوا ايش صار بالجو؟ بس الجو حار مثل ما قلت لكم كلش حار اصلا، بس الناس طلعوا على مود المطر. اكو ناس داخلين بعدهم على البحر، وهسه انا اريد اصور لكم وهم راح اطب اسبح. صديقي جو يشوف هناك دا يسبح. شهر السابع تخيل. تخيلوا كم سعر هاي الفيلا. شوفوا الفيلا شلونها، طابقين خابرت هنا عندهم رقم ورقمهم خابرتهم. والله يعني انا دا اشوف سعره ما ادري زين لو مو زين. 4 مليون دولار هيك على البحر، بس هيك قبل على البحر، وقدامك الجزر اليونانيه هيك الشارع مالتها الفيلا هيك. خلي اشوف لكم الحديقه هم. 4 مليون دولار هيك الاجواء اللي يخبل. عجبني كلش المنطقة. شوفوا شوفوا الشارع، شوفوا لي جمال الشارع والمنطقة. بس المهم تطلع من البيت قبل الفيلا على البحر، يعني مسافة بيناتهم فقط الساحل والشارع. شنو رأيكم بالسعر؟ هنا حتى شفت شغلة كلش غريبة، هنا كل السيارات أكثرهم كهربائية. شوف الأغنياء دخلوا على السيارات كهربائية، ما أدري إحنا الغلطانين لو هم الغلطانين. شوفوا الحدائق مالتهم الفيلل، هيك الفيلا حديقة على البحر قبل. كلها فيلل. إيجار هيك بيت طابقين راح يصير مالك وقريبة على البحر، تقريبا دقيقتين البحر طابقين يعني مكتوب للإيجار. تخيل يوم كامل اذا يعني تبقى بيها شخصين ثلاثة أربعة ايش قد ما تقدر. المهم راح ينطق البيت كامل ب 1600 يعني تقريبا 50 دولار. 50 دولار تأجر البيت طابقين. طبعا شوفوا مثل ما قلت لكم شهر السابع تخيل، ومطرت والناس سبحوا طلعوا، احنا هم سبحنا وطلعنا. شوف الاجواء شلون صارت. فحبيت اشوف لكم هاي الجزيره ينفوتشا شييت. والله كان ضربت راسك على هذا الدرج. المهم وقف المطر رجع الوضع طبيعي، بس راح الشمس. فحبيت اشوف لكم اجواء جزيره فوتشا ينفوتشا. أنا كنت منزل فيديو عن اسكي فوتشا، يعني فوتشا القديم، وهاي فوتشا جديد يعني جديد جزيرة جديد. فإن شاء الله تعجبكم، حبيت أشوف لكم أجواء. المهم على حظنا مطرت، بس هاي صارت أحلى تجربة إلي بحياتي. هاي العشر سنين بتركيا ما نزلت على مطر على البحر بالمطر. هالمرة نزلنا على البحر بالمطر، فهاي كلش حلوة صارت. أنا عندهم تجارب قاربة ذني الصغار، شوفوا 1500 ليرة تقريبا، يعني تقريبا 45 دولار يوم كامل. ها يعني تشوفوا هذول هنا الملعب كرة طائرة، السلة كان اكو طائرة اكو. فصارت تجربة حلوة لنا. حبيت اشوفكم هاي الجزيرة، ان شاء الله تعجبكم. انا دائما اصورها لكم لان مناطق رخيصة للسياحة، يعني تجي هنا تاكل وتشرب تبقى هنا بالفندق ما تصرف لك شخصين 100 دولار، يعني 100 دولار تكفيكم يوم واحد وانتو شخصين ماكلين وشاربين متونسين وباقين بالفندق. شوفوا الفلل. طبعا مثل ما قلت لكم اجواء كلش حار، ها ما لابسين شيء. درجة حرارة حاليا يمكن 28. الحجي يصيد.
فالمهم حبيت اشوفكم جزيرة الساحل. طبعا من البداية الجزيرة شوفوا من هناك كلها سواحل توصل للنهاية كلها ساحل، وين ما تريد الطب اسبح كلها مجانا. فقط اكو اماكن خالية شمسيات مثلا، هذول كلها مال الدولة الازرق، هذا كلها مجانا. اما الباقي الاماكن حتى اذا اهليات اذا تشتري شيء منهم الشمسيات والكراسي مجانا. فهذا الشيء كلش عجبني. اني جيت من مدينة زمير، سباحة اكلت وشربت كلها ما كلفني يمكن 20 دولار.